تم تأجيلها الأسبوع الماضي مع تدنوكم بسبب الأحوال الجوية والمطر في الأمطار، حصل على سلامتكم وجمعناها ونعتذر عن التأخير مرة أخرى. طبعا اليوم ندش موسمنا الثاني، لأن مثل ما عودناكم بعد كل شهر رمضان المبارك نبدأ في سلسلة الندوات. هذه أول ندوة راح تكون فيها، مثل ما أنتم عارفين الدكتور راد الرغاني قبل أيام في المؤتمر العالمي لمرضى حالات مرضى التصلب العصبي والأبحاث وتنمية الدراسات وأبحاث علمية، راح أركز اليوم عليها على النقاط هذه وآخر العلاجات اللي طرحت في الأسواق واللي تم اعتمادها بشكل رسمي من منظمة الصحة العالمية. راح نتكلم إن شاء الله بإذن الله عن دور الأهل والمجتمع في التعامل مع عملية التصلب العصبي، هذا الدور المهم والحيوي والتوعوي طبعا في نفس الوقت. الكل مشارك فيه، كل مريض له احتياجات، كل شخص له احتياجات في المدرسة، في العمل، طبعا من البيت، الأكل والغذاء الصحي، كله هو أمور مرتبطة لازم تتقى فيها الأهل والمحيطين والأقرباء والأصدقاء وجهة العمل والمدرسة وكل مكان يتعامل فيه المريض. يجب أن ننشر هذا الوعي في المجتمع الكويتي اللي إلى حد ما الحمد لله وصلنا فيه إلى مرحلة من الوعي، لكن أكثر الناس تسمع عن الناس بس ما تعرف طبعاً الأعراض، ما تعرف العلاجات، ما تعرف طريقة مريض الناس، ما تعرف كم طريقة معدي مو معدي وراثي مو وراثي، يعني تعرف المعلومات السطحية عن موضوع التصلب العصبي. دورنا ومساعدتكم ومعاونتكم أن ننشر هذا الوعي في المجتمع، يتعلم الإنسان ويوصل حق درجة كبيرة من الوعي في مرض التصلب العصبي. طبعا قبل ما نبدأ في ندوتنا نحب ننوه أن جمعية مرض التصلب العصبي منذ إشهارها الرسمي عام 2010 انتهت فترة مجلس الإدارة السابق وبدأت فترة مجلس الإدارة جديد، تقدم الانتخابات 13 عضو، انسحب 3 أعضاء، أجريت الانتخابات على 10 أعضاء، وتم تشكيل مجلس إدارة بالتسمية. نعرفهم بشكل سريع، الأخت منى المصيري رئيسة الجمعية، الأخ يوسف الكندي نائب رئيس، الأخ الناحي شباب المغيري أمين صندوق، أخوكم أحمد البراء أمين سر، الأخت نور شهاب عضوة مجلس إدارة، منى عباس عضوة مجلس إدارة، سلطان العتيبي عضو مجلس إدارة، عدالة العنزي عضو مجلس إدارة، محمد الشمري عضو مجلس إدارة، وإحنا طبعاً امتداد لكم ما تتخلى عن جهودكم ووقفتكم معانا واختياركم بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن نكون محل ثقة بالنسبة لكم خلال عملنا في السنتين القادمتين إن شاء الله. راح تلمسون بإذن الله تعالى إنجازات جمعية مرضى التصلب العصبي، ما راح يتم طبعا بدون مساعدتكم وجهدكم ووقفتكم معانا اللي ما نستغني عنها. بدينا بتأشين كتيبات ونشرات مثل ما انتم شايفينها اللي منتشره. اعد دكتور رائد الرغاني هذا الكتيب اللي يحتوي على جميع المعلومات لمرضى التصلب العصبي. راح يتم توزيعه عليكم في جروبكم. في رقم راح نحط فيه في الزاويه اول ما تفتح الصفحه راح تلقى الرقم هنا موجود. هذا رقم الكتاب راح يجرى عليه سحب هدايا بسيطه منا في افتتاح الموسم الجديد ان شاء الله باذن الله، بدايه هالعلاقه هذه بدايه التعارف. الان اترك الكلمه للاخت منى، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، اخواني اخواتي، اشكر اخوي احمد على الكلام الطيب اليوم اللي كان حق مرضى الاس. يعني انا وايد دائما احس انه ما يحس بالمريض الا اللي متعايش وياه. طبعاً باسمي واسمكم أنا أرحب بدكتورنا المجاهد، أنا دائماً أسميه دكتور المجاهد في سبيل مرضى الأنس دكتور رائد الرغاني، وأرحب فيه وعلى جهوده الطيبة اللي دائماً يعني قاعد يبذلها مع الجمعية أول شيء، وثاني شيء مع مرضى الأنس. يعني أمانة مهما تكلم شهدت مجروحة فيه ما كانوا فيها حقة، وباسمي واسمكم جميعاً أشكر الدكتور رائد الرغاني. العافية وما قصرت، أول شيء أشكركم على الدعوة الكريمة، وأنا أتشرف إني أكون هني، وما شاء الله أشوف وايد وجوه أعرفها، فهذا يسهل علي الأمر وسهل الأسئلة اللي راح تجيني بعدين. طبعاً أول شيء لازم أنوه إني لازم أشكر في طبعاً من الجمعية، أشكر تخصصين منها، بس في وحدة هني قاعدة معانا هي صراحة من طلع الفكره هذه انه يكون شيء اسمه صالون ثقافي او ملتقى
يكون شهري او اسبوعي بحيث انه يكون تداول بين الاطباء والمرضى واهل المرضى، انه يكون شيء يعني مو رسمي. هي تعرف نفسها موجوده. فنشكرها. طبعا من اول لقاء هالسنه نحاول نخليه مستمر شهري حسب الامكانيه او كل شهرين حسب الامكانيه، لان اتوقع مع الوقت راح تصير في اسئله، راح يصير في تجاوب، واحنا في بعض الناس ما يقدرون يوصلون للاطباء بسهوله، فيمكن هذا الملتقى شويه يسهل على اهل المرضى والمرضى بان نحاول نجاوب على اسئلتهم باسرع وقت بدل ما ينتظرون الى العيادات اللي الحين مواعيدها قامت تصير شوي صعبه. يعني الحين قبل كنا نمكن المريض خلال الشهر، الحين المواعيد قاعد تصير شهر شهرين ثلاث مرات، صعوبه يعني الاعداد قاعد تزيد وراح نتكلم بعد شوي ليش. وهم الطاقم اللي قال يعني حق عياده الامس ما في وايد، يعني احنا نفس الاعداد الطاقم والامراض والاعداد قاعد تزيد، فالاوقات احنا صعبه، فقاعد نحاول كثر ما نقدر ان نوفي كل مريض حقه في الوقت. مرات المرضى يتشرهون علينا يقول ما تعطينا وقت وايد، بس اعذرونا انا احاول اني اعطي وقت بالعياده، بس مرات الارقام يعني اليوم اني اشوف 17 18 واحد خلال 4-5 ساعات صعب، فانا احاول اعطي المريض الجديد حقه اكثر من المريض القديم لانه يتفهمني المريض القديم. وهم هذه الملتقيات هم تنفع المرضى القدامى وهم اهالي المرضى. فهم الشباب يوسف وأحمد يعرفوني أنا شعبي، وهم قالوا لي تكلم أول شيء عن المؤتمر اللي صار في كوبنهاغن عن التحديثات، بس أنا هذا راح أخليه آخر شيء لأن مو هذا الأساس للملتقى. هذا الأساس حق الهدف الأساسي من هذه المحاضرة أو الملتقى أني أوعي الناس، أولا المجتمع، ثانيا أهالي المرضى، ثالثا المرضى. ليش انا حطيت المرضى؟ لان المرضى يعرفون وايد اشياء اكثر من مرات اكثر من بعض الدكاتره، فالمرضى عندهم خبره كبيره في هذا المجال ويقدرون يوعون الناس. المشكله هي في المجتمع، والمشكله في مرات قله الوعي في محيط المرضى. فانا اقسم محاضرتي لثلاث اجزاء. الجزء الاول هو مرحله التشخيص، والثاني مرحله ما بعد التشخيص، وثالثا المستقبل للمريض. فهذول الثلاث أشياء أنا أحاول أني أدخل فيهم، وبعدها راح أفتح باب النقاش، وبعدها آخر شيء راح أقول لكم شنو سوينا في كوبنهاغن والمؤتمر السنوي لعلاج وأبحاث الأمس. طبعا أي واحد يبي يسوي مداخلة يعني ما خذ راحتك، يعني ما عندي مشكلة. زين، الحين نبدي مرحلة التشخيص. طبعا كل من يعرف أن الحين أي واحد في الكويت، خاصة إذا بنت أكثر من ولد، بس والله حتى الأيام قبل شوف وايد شباب يتي له أعراض معينة على طول، وش بيسوي؟ يدش النت يشوف في تنميل، في خدور، في غشاوة، في شيء، دخل النت سوى سيرج، أول مرض يطلع له في التشخيص راح يطلع شنو؟ أمس على طول. هي مفتلة العيادة اكثرهم، يعني الكوي يعني اكثر. الان اشوف وايد شباب اعمارهم حتى صغار، احنا قاعد نشوف 14 15 يون من الخرعه. ف الكلمه الامس هذه عند الناس مرعبه. ف مرات طبعا المرض اللي عنده اعراض مو بالضروره عنده امس، هذا عرض من اعراض الامس، بس مو بالضروره هذا الشخص اللي جاي في هالاعراض انه يكون عنده امس. فتشوف انا اول ما يجيني المريض منصفق خايف، احد لحظه انا ما قلت له شيء، ولا اصلا ما فحصناه ولا سوينا له شيء، بس هذا يبين لك ان المرض ككلمه متعبه للناس. والاهل يخافون على عيالهم، تلقى الام تدش قبل ولدها، دكتور ابيك انا اذا في شيء لا تقول له. قلت له الحين طولي بالك، خلينا نفحص اول شيء. لا بس اذا في شيء لا تقول له بويها، ان شاء الله لو بعد شوي نفس القضيه. الحين لحد ما شفت المريض، المريض ما دخل اساسا، فشبه يقول لك ان شلون المجتمع من غلق وخايف من ان حتى لو هو مس انه ما يطلع لي برا، او لا تقول للمريض، خلني انا اعرف الاب والام، او ان الاهل يعني المقربين جدا بس هم اللي يعرفون. فبين لك ان هذه الدائره مغلقه،
وهذا الحين احنا ما تكلمنا اصلا عن تشخيص لحد الان عشان ابين لك انه مو سهل. كلمه المرض فقط بس ترعب فتخوف الناس. احنا هني واجبنا ان اول شيء احنا نعرف المرض شنو كدكاتره كمرضى كاهالي مرضى الحين متعايشين معاهم نعرف شنو المرض. بس احنا من جانبنا التوعوي ان نحاول ان نبسط الامور للناس ونحاول ان نوجههم للاتجاه الصحيح ان ما نخرعهم. يعني انت كلنا عارفين احنا النفسيه تلعب دور في هذا المرض كلنا احنا عارفين. فبالبدايه المفروض احنا كناس ان كمرضى او كاطباء قائمين ان نوعي المجتمع نقول يا ناس ترى هذا المرض صج وهو يؤدي الى كذي. لكن لازم نهدي من روعه الناس العاديين وان نقول لهم طولوا بالكم قبل لا تشخصون وقبل لا اي شيء هدوا اعصابكم. المرض مو باللي يخوف المرض مو هو اللي مميت. فهم بالنهايه المرض له مراحل وفي مراحل لها علاج. فمو بالضروره ان امس يساوي اعاقه هذه لازم نلغيها من القاموس. صحيح في فتره من الفترات كانت الامس يساوي اعاقه بس الحين التوجه العام كله ان نحاول احنا نمنع الاعاقه والحمد لله وصلنا لمراحل متقدمه نمنع الاعاقه. فالمفروض نفهم المجتمع من اول قبل التشخيص ان الامس مرض يعالج. يعني في وايد ناس يختلف يخالفوني الراي ويقولي لا ما له علاج. وامس انا كنت اتحكى مع يوسف كهو وراكم كنا يقولي لا ما له علاج. قلت له لا لا علاج. يقول لي قلت له انت لازم تفرق بين كلمه علاج وكلمه شفاء. صح ما له شفاء وانا اتفق ان ما عندنا شفاء لهذا المرض لحد الان. بس عطني اي مرض له شفاء. سكر له شفاء. الغده الدرقيه والخمولها او نشاطها لها شفاء. الكرونز الامراض المناعيه كلها ما له شفاء. فاحنا ما نبي نحط الامس في موقع انه هو المرض الخطر اللي ما له شفاء له. كل الامراض المناعيه ما لها شفاء لكن احنا لنا علاج اللي هو يوقف المرض. صحيح انا اشوف انا يضيق خلقي لما اشوف مريض على الويلتشير ودائما اقول له يعني احنا المريض لما يصير على الويلتشير في ثلاث اشياء صارت مشكله. واحده منهم تاخر التشخيص هذا يدي للويلتشير فهذا خطا مرات يكون طبي. مرات المريض ما يلتزم بالعلاج فهذا يصير خطا من المريض. والثالث اللي هو اصعب شيء انه يكون المرض جدا قوي ولا دواء يوقفه فهذا يسمونه العامل المرضي. ففي عامل طبي وفي عامل المرض وفي عامل من المريض. هذول الثلاثه هم اللي يؤدون بالنهايه الى واحد من الثلاثه او اثنين او ثلاثتهم يؤدون الى الويل شير. الحين احنا في وقتنا لا يمكن انا ارضى ان واحد يوصل الى مرحله حتى العصايه. نحاول اي مريض يشخص جديد خلال 3-4-5 سنين اللي فاتت لا يمكن احنا نوصله. وهذا المسج اللي انا وصله لاي عائله يجيني وقت التشخيص بعد ما اعطيه التشخيص. هذه الكلمه اللي انا اقولها له. احنا الحين في وقت لا نسمح ان الواحد يوصل لمرحله العصايه او الاعاقه. صحيح ان في ناس مهما سويت المرض متمكن لكن انا واجبي كدكتور اني اوقف المرض. فهذه اول نصيحه عند التشخيص اعطيها للمريض ولاهل المريض هو التفاؤل ان المرض ان شاء الله مع الوقت مع الابحاث انه راح نوقفه. فدائما اقول للاهل حاولوا كثر ما تقدرون تبسطون التشخيص ان مو هذا المرض القوي اللي موت. لان اذا انت من اولها تبي تعطي العامل السلبي من المرض انتهى المريض. يعني مريض لما انا اعطيه اليوم تشخيص هذا اريد صدمه وتعطيه الصدمه الثانيه تقول لك ان التشخيص مو زين انصدم المريض. يعني انا قبل اقل من 3 أسابيع كان عندي مريضه جتني انا كراي ثالث. انا مو راي اول انا راي ثالث. يعني اريد ايه هي شافت الدكتور اعصاب اول شافت الدكتور اعصاب ثاني ودخلت انه مو مقتنعه بالاول ولا مقتنع بالراي الثاني. طبعا يتني الثالث وانا راح اقول نفس كلام الاثنين اللي قبلي بس ايه هي طريقه الاقناع هذه اللي توصل للمريض. فلازم احاول اقناعها انه اوكي في اعراض
انت مو مقتنعة فيهم مع الوقت ما له تفسير الا هذا المرض، فانت بالاقناع تسهل عملية الصدمة اللي تيك من اول عند التشخيص. فنحاول كثر ما نقدر نوقف او نقلل من اثر الصدمة بالتشخيص. عشان كذا انا ما اقول، حتى لو انا المريض اليوم يعني اشوف ان في ام اس، اليوم انا اشوف ان في ام اس، يوراني التخطيط والأشعة ووراني كل شيء واعرابه فيها ام اس، ما اقول له انا من اول يوم ما ام اس، انا معروف. يعني يستغربون اللي يقولون معي في العياده يقول لي ليش ما قلت له، اقول له انت احنا اول شيء عطى شوي شوي، يعني الموضوع انت بتصدمه من اول يوم راح يكرهك، يعني انت مو قاعد تقول له خبر زين، انت قاعد تقول له خبر مو زين. فاقول له لا اليوم بطلب تحليل، واحد من الاحتمالات هذا، احط انه هو احتمال، انا في قرارة نفسي ادري هو التشخيص بالنهايه، بس في تحاليل لازم اسويها، مثلا مرات احتاج عينه مرات ما احتاج، فانا احاول اني اخفف الصدمه من المقابله. فايبه ثاني مقابله، والله ايه هذا التحليل راح، هذا التحليل بقى الحين تشخيصين، يا هذا يا هذا، فانا الحين قاعد ابرره عشان الصدمه اللي راح تجي. ومر الاهن بعد هم امرنهم دير بالكم شوي شوي، انتم مع الوقت راح تعرفون ان شلنا هذا شلنا هذا شلنا هذا، بقى هذول التشخيصين. بالزياره الثالثه اقول له خلاص يعني وصلنا الى المرحله وهذا التشخيص، وهم انا دائما ما ابدي العلاج في نفس يوم التشخيص، دائما ما ابدي، يعني اولا هو خلي يتقبل الوضع، محاول زياره ثانيه زياره ثالثه احتمال ابدي العلاج. راح يقول ليش تاخرت، اقول له ما راح يمنع تاخر شهر في القضيه كلها. فالتشخيص مهم، بس التعامل مع التشخيص كدكتور مهم، ومو بس ترى احنا نحاول ان نثقف بعضنا، يعني احنا دكاترة، انا احاول اقعد مع الدكاترة الثانيين اقول لهم هذه ترى سياسة انك شلون تقول الخبر المؤلم الخبر السيء، مو اي واحد يقدر يطرحه، فانت لازم شوي تتمتع، واحنا نحاول ندرب كلنا، احنا نتعلم من نفسنا، يعني من دكاترة من خبراتنا ونقعد مع بعض ونعرف هذا لازم، لنا كسر الحاجز النفسي في التشخيص مهم. فإن شاء الله أن الدكاترة الجدد إن شاء الله والدكاترة الحاليين يحاولون أن يتفهمون هذه النقطة مع الأهل ومع المرضى، ويحاولون أن أول شيء لا يعطون الصدمة اللي تخلي المريض يفقد اتزانه بس مجرد سماع الكلمة. فالتدرج في التعامل مع المريض مهم، وعائلة المريض أهم. طبعا هذا التشخيص، احنا هذا انا اقول لك بس دور الدكتور، الحين هي دور اهل المريض في التشخيص. طبعا احنا نعرف ان المرضى اهاليهم يحبونهم، ويعني لما الاب والام تي او الزوجة او الزوجيون مع المريض يحاولون بشتى الطرق ان اول شيء يقول ان هذا التشخيص مو امس، هم هذا ودهم ان يسمعون انه مو امس. لما نقول الأمس هني طبعا الصدمة للكلا الطرفين، يعني مو بس للمريض حتى للأهل المريض. فدائما يحاولون المرضى أن أو أهل المرضى أن يغطون على هذا الجانب، ويقول لا ناخذ رأي ثاني ناخذ رأي ثالث، لا تحاتي نطلع برا نروح، هذا ما في مشكلة، خلي يروح ياخذ رأي ثاني، خلي يروح رأي ثالث ويطلع برا ما في مشكلة، بس بالنهاية الأهل لازم يعرفون أن هم دورهم الأساسي كأهل، ده الأهل والدورهم مهم، هم قاعد يشوفونهم 24 ساعة في اليوم، أنا يشوفوني ربع ساعة نص ساعة ويروحون، عندهم بعدين مجموعة أسئلة، وين بيقعدون؟ يا بيقعدون بالنت، يا بيقعدون مع الأهل، يا بيقعدون مع واحد له خبرة في الأمس كمريض أو كعائلة ويقعدون يتشاورون. فبالنهاية هني حلقة العائلية مهمة أن تجيب المعلومات الصحيحة عند التشخيص. والأهل دائما يعني عندهم العاطفة، هذه معروفة، وإحنا ما نلوم من الأهل لما الأبو أو الأم تقول لا اليوم أنا بوديك بشيل المريض بروح حق مثلا حق واحد علاج بديل، بروح حق واحد حجامة، بروح حق واحد، هذا الأهل يبون كذي، يعني هم أول شيء بيقلل وطأة الصدمة على المريض، وهذا الشيء يعني إحنا نسميه محمود بالنهاية. لكن بالنهاية لازم هم يوعون الناس أنه اوكي هذه لمتى راح تستمر هذه القضية، لازم نضع حد.